الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. سير أخويا المباراة سير الحاج المباراة المباراة باش صح المباراة المباراة الله يخليك الوليد الكل كيترقب الجديد حول الطفل ريان اللي ولد المغاربه كاملين ولدنا كاملين ان شاء الله. العمليه الثانيه المرحله الثانيه من العمليه غادي على قدم وساق نصالح الزمان ايدينا على قدمنا من اجل الوصول الى الطفل ريان. هو املنا الكبير ان شاء الله في الله تبارك وتعالى ان تحمل الساعات القادمه بشرى خير ان شاء الله. نتمنى من الله ان تبقى الامور على حالها دون ان يتعرض الفريق لسقوط اتربه او ما شابه ذلك. لحد الان الامور تسير بشكل ايجابي. فيما يخص الحالة الصحية للطفل لحد الآن لا جديد، لكن كلنا أمل إن شاء الله جميعا أن تحمل الساعات بشرى خير لجميع المغاربة إن شاء الله. كيعطي على مدى الحياة هناك أمل كبير إن شاء الله. وشحال بقى تقريبا من المسافة من متر باش توصلوا ليه؟ مازال عملية الحفر جارية. يلا غادي يهبط واحد الفريق دابا غادي ياخذ المسافه وغادي نزودوكم بها من بعد. لما توصلوا القانون اللي تلقاو من الشركه انتوما اللي عندها التلفازه وكتباع والاكسجين دور التطبيب مجموعه من الامور كتكونوا انتوما على اطلاع فيها اكثر منا. احنا مطالبين من الراي العام باش ننوروا اكثر. فيدنا الله يستر. فيما يخص شو السؤال ديالك بالضبط؟ السؤال ديالي هو الوضع ديالو الصحي سواء الدور اللي كتقوم به الوقايه المدنيه تتبع الشركه قلتوا الشق الطبي تا هو تيشتغل عن بعد طرق اخرى وضعونا في الصوره اكثر. بالنسبه للشق الطبي احنا بالتنسيق مع وزاره الصحه هناك سيارات اسعاف بأحدى التجهيزات الطبية. الشق الطبي داخل الحفرة بأحدى التجهيزات الطبية هناك فريق طبي متكامل مباشرة بجانبكم يترأسه طبيب إنعاش. هناك مروحي للدرك الملكي. كل هذه مؤشرات أننا كلنا أمل أن تحمل الساعات القادمة بشرى خير لتقديم الإسعافات الأولية للطفل وكذلك نقله إلى أقرب وحدة استشفائية خاصة. نتمنى من الله صادقين أن تحمل الساعات القادمة بشرى خير. Oui, une petite résumé. D'accord, pas de problème, si vous voulez. Merci, oui. Vous restez les derniers. Oui, vous pouvez nous raconter combien de mètres est-ce qu'il reste. Vous pouvez attendre 10 minutes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. عندنا 70 وحنا هنايا باش نوصلوا السرخة ديالهم باش اننا حتى حنا ما نكونوش احراج وما نكونوش تخلينا على واحد العهد اللي راه عطيناه للمغاربه. ما تخصوناش شي بلاصه بلي بارير ونبقاو لداخل. اما دابا راه عافاكم وحاولوا تراعيوا حتى حنا الظروف ديالنا والمتتبعين راهم ان شاء الله تعالى راه حيت تخرجونا مره راكم شفت التعليق ان شاء الله. تعاملكم كان ايجابي اشكركم جزيل الشكر. امور سنضبطها بعد قليل ان شاء الله. سيتم تخصيص اسم بصفه استاذ اسم الصحفي. مشكورين مجددا. بالعافيه هنا الفقره تم الوقوف على جنبات الفقره. هناك كنكونوا مضطرين انكم باش نبعدوا الاخوان كاملين غير فقط لحمايه لسلامتهم لا غير. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.